السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. دونك في هذا الفيديو الخاص بالاناليز فينونسيير، وفي هذا الفيديو مع البارتي الجديدة ديال الاناليز فينونسيير، تدير غندوزو الشابيتر 2 من الاناليز فينونسيير. دونك شفنا الشابيتر 1 اللي تكلمنا عليه على الاناليز فونكسيونيل، وشفنا البيلون فونكسيونيل، وشفنا لي روتريتمون الى روكلاسمون، وشفنا كيفاش كنديرو نمرلو من البيلون كونطابل للبيلون فونكسيونيل، وشفنا يعني لي زانديكاتور دو ليكيليبر، وخدمنا واحد ليكزامبل او واحد ليكزيرسيس فهاد لاناليز فونكسيونيل. دونك دابا غادي ندخلو لواحد الشابيتر تانية، لي شابيتر 2 الخاص بالاناليز دو ليكيديتي. وفي هاد الاناليز هذا، في هاد الشابيتر هذا، غادي نشوفو لو بيلون فينونسيير. دونك كاين بيلون فونكسيونيل وكاين بيلون فينونسيير. دونك غادي نشوفو كيفاش كنديرو نيلابوغي واحد بيلون فينونسيير، وغادي نشوفو نحاولو نعرفو واحد ليماج كلير ديال الباتريموان ديال لونتربريز، ونشوفو كيفاش دير تطور من الاكتيفيتي ديالها وتبيي لي ديت على سويت دو يعني تبيي لي ديت ديالها وتبقى يعني مستمرة في النشاط ديال لونتربريز. دونك اول حاجة غادي نشوفوها على الاناليز دو ليكيديتي. دونك غادي نشوفو لي زوبجيكتيف اي لي ديمارش دو الاناليز دو ليكيديتي. Alors, nous devons les objectifs de l'analyse de liquidité de la chapitre 1. Alors, l'objectif est de la détermination de la solvabilité de l'entreprise. Il y a une chose que l'entreprise est solvable ou non. Maintenant, nous avons l'objectif de la performance de l'entreprise. Alors, le patrimoine. Nous avons analysé le patrimoine de l'entreprise. L'objectif tilt one analyse ou le risque, yani chaque entreprise qui a le risque, yani après ma carte l'opération financière ou l'opération économique, donc il connaît le risque d'yel un net fait un achat d'yel a etc. Donc deux ans je vous aide les mots clés les risques comme dans le fond d'alorie, mais je fais moi le démarche financière de l'analyse. Alors, le concept est la solvabilité. Je ne connais pas la solvabilité de l'entreprise, il y a la capacité d'une entreprise pour payer ou rembourser la totalité des dettes en vendant tous les actifs. Il y a une solvabilité ou la capacité de l'entreprise. Le coût de l'entreprise est de payer les dettes de la. عن طريق مثلا تشوف القيمه ديال لونتربريز، تشوف القيمه ديال لو باتريمون ديال لونتربريز. لو باتريمون ديال لونتربريز كنقصدو بها او لا ليكيديتي ديال لونتربريز كنقصدو بها لي زاكتيف لي زيليمون داكتيف، يعني لي تخوا كلاس داكتيف، لاكتيف سيركيلون، اكتيف ايموبيليزي، اي تريزور اكتيف. لا سولفابيلتي كالكولي بار، يعني كنحسبو لا سولفابيلتي دون انتربريز بالاكتيف موا لي ديت، يعني لي زاكتيف ديال لونتربريز او لا لي زافوار ديال لونتربريز كنحيدو منهم لي ديت لي على لونتربريز، وكنشوفو لو ريزولتا الا كانت بوزيتيف، يعني اون دي كو لونتربريز اي سولفابل، لونتربريز بو فير فاس ا سي ديت غراس ا سون اكتيف. يعني الا حسبنا لا سولفابيليتي لقيناه موجب، يعني في هذه الحاله كنقولوا ان لونتربريز سولفابل وعندها القدره باش انها تبيي لي ديت ديالها وتستمر في النشاط ديال لونتربريز. وفي الحاله الثانيه الا كان لو ريزولتا كان نيجاتيف، يعني السولفابيلتي كانت نيجاتيف، يعني في هذه الحاله لونتربريز سو تروفي اون سيتوياسيون دو فايت، يعني انسولفابل، يعني لونتربريز n'a pas la capacité pour payer ou rembourser les dettes, yani incapable à payer les dettes. Donc dans ce cas on se trouve en situation de faillite, yani les actifs liés à l'entreprise
ما قادرينش يغطيو او لا يبيو لي ديت ديال لونتربريز. يعني مثلا الا بعنا لي لا سوسيتي او لا مثلا الا بعنا لي زافوار ديال لونتربريز، يعني ما قادرينش يخلصوا لينا لي ديت ديال لونتربريز. دونك في هذه الحاله لونتربريز كطيح في واحد لا سيتوياسيون ديال فايد، دونك كدير فايد. ابخي ندوزو لا ليكيديتي، شنو كنعني بلا ليكيديتي؟ لا ليكيديتي اي لا كاباسيتي دو لونتربريز ا رومبورسي سي ديت دون ليبوتيز دو لا بورسويت دو سي زاكتيفيتي. يعني لا ليكيديتي ديال لونتربريز هو الكاباسيتي القدره ديال لونتربريز باش انها دير واحد الرومبورسمون دي ديت ديالها في واحد الفرضيه ديال لا بورسويت دو سي زاكتيفيتي، يعني انها تخلص لي ديت اللي عليها ا كونديسيون دو باش تبقى مستمره في النشاط ديالها. دونك يعني خاصها في هذه الحالات دير واحد الاستراتيجي باش انها تبيي لي ديت ديالها. دونك هذا هو المفهوم ديال لا ليكيديتي. و دابا غادي نشوفو لو ريسك، شنو كنعنيو بلو ريسك؟ لو ريسك راه باينه، يعني بيدر دو لارجون على سويت دون اوبيراسيون فينونسيير او لا ايكونوميك. يعني لو من بعد ما كدير لونتربريز واحد لوبيراسيون فينونسيير ولا ايكونوميك، يعني كيكون عندها واحد الريسك ديال بيردر دارجون. دونك هذا هو لو ريسك. ابخي ندوزو لا دوزيام بارتي اللي هو لا ديمارش داناليز دو ليكيديتي. نبداو بلي ديمارش. اول نقطه كاينه ايلابوري ان بيلون، كاين ليلابوراسيون دان بيلون ليكيديتي ليكزيجيبيليتي ا بارتير دو بيلون كونطابل. يعني بحال البيلون فونكسيونيل، يعني كندير واحد البيلون دو ليكيديتي او البيلون فينونسيير كنديرو انطلاقا من البيلون كونطابل. من بعد ما كنديرو شي ريتريتمون اي رودريسمون او لا كنعدلو كنديرو لي موديفيكاسيون على لي زوبيراسيون ديال لو بيلون كونطابل، وغادي نشوفوهم من بعد ان شاء الله كيفاش كنديرو ندوزو من البيلون كونطابل للبيلون فينونسيير. دونك غادي نشوفو في الفيديو الجاي ان شاء الله. في هذا الفيديو اختصرت غير على هاد المفاهيم هادو اللي خاصين بالاناليز دو ليكيديتي اللي مهمين بزاف باش يفتحوا لينا واحد الباب اننا نفهمو هاد لا ديمارش هذا. دونك ندوزو لا دوزيام بارتي ولا لا دوزيام بوان. لاكتيف ريبريزونت سو كو لونتربريز ا، يعني لاكتيف كيمثل داكشي اللي كاين عند لونتربريز، سيتادير لي زافوار. هنا لونتربريز ا يعني داكشي اللي عند لونتربريز، داكشي اللي عندها، داكشي اللي كتملك هو لي زيليمون داكتيف. هما لاكتيف اكتيف موبيليزي اكتيف سيركيلون تريزوري. لو باسيف ريبريزونت سو كو لونتربريز دوا، يعني داكشي اللي خاص لونتربريز تعطي، يعني لي ديت ديال لونتربريز. لونتربريز ريبريزونت لو باتريمون، او لا عفوا هنايا لاكتيف بغيت ندير هنايا لاكتيف ماشي لونتربريز، عفوا باردون، هنا لاكتيف. لاكتيف ريبريزونت لو باتريمون دو لونتربريز، يعني لاكتيف ديال لونتربريز كيمثل واحد لو باتريمون ديال لونتربريز، يعني داكشي اللي كاين عند لونتربريز، داكشي اللي كتملك لونتربريز. ابخي ندوزو لو بوان الاخرى، les avoirs ou là les actifs sont classés à l'ordre de liquidité croissante. يعني les avoirs de l'entreprise كان classéهم على حساب liquidité croissante. يعني من plus liquide حتى tel ou là عفوا من moins liquide vers le plus liquide. يعني مثلا actif immobilisé est moins liquide par rapport à l'actif circulant. Et كاين ايضا ان لو تريزوري اكتيف اي بلو ليكيد ك لاكتيف سيركيلون اي لاكتيف موبيليزي. سيتادير ليكيد هما داك مثلا دوك لي ماتيريال دو لي ماتيريال ديال لاكتيف موبيليزي و دوك لي تيران لي كونستركسيون لي باتيمون. يعني كنشوف دونك دابا غادي ندوزو للبوان الاخر. دونك البوان قلنا هنايا لو باسيف روغروب لونسومبل دو ريسورس دو لونتربريز pour financer le patrimoine de l'entreprise. Il y a un passif qui est fait l'ensemble des ressources, des masses, des maliens de l'entreprise. Mais on a financé le patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine de l'entreprise ou les avoirs de l'entreprise. Maintenant, le dernier point, les dettes sont classées à l'ordre d'exigibilité croissante. Il y a les dettes du passif qui est classé selon l'ordre
d'exigibilité croissante. Je nous connais au but de l'exigibilité. Il y en a qu'un classé où l'édite de moins liquide, de moins exigible vers le plus exigible. Yani, l'exigibilité maintenant les capitaux propres, capital social, mais les dettes de financement au prix des établissements financiers. Yani, les capitaux propres ou le capital social, ou plus d'yelna. Amma les dettes de financement ou un emprunt au prix des établissements financiers. Donc, en gros, le capital social est moins exigible que les emprunts. Ou il a aidant les empreintes auprès des établissements financiers, mais les dettes fournisseurs, qu'elle cobre les dettes fournisseurs est plus exigible que les dettes de financement. Et le fournisseur maximum radis par les alliés, Kaliban, yani, Kalimanam, yani, Tchor, Rain, Rabachor, mais les dettes de financement, yani, qu'elle connaît les dettes à long terme, yani, أكثر من عام عامين 3 سنين 4 سنين اكسيتيرا في حين أنك تلقاو أيضا في التريزوري باسيف كتلقاو لي كريدي ديسكونت مثلا دونك لي كريدي ديسكونت اي بلوز اكزيجيبل كو لي ديت فورنيسور كار لي ديت لي كريدي ديسكونت مثلا ملي كنديرو ديسكونت على واحد لي زيفي دو كوميرس دونك كيكون لا دات دي شيونس تقريبا في اون سيمين او لا دي جور اي 15 jours. Donc, quand vous avez le trésor passif est plus exigible. Donc, je vais classer les éléments, les dettes du passif, c'est l'ordre d'exigibilité croissante. Donc, je vais vous faire de la partie à dire. Donc, faire la vidéo sur les démarches et les objectifs de l'analyse de liquidité. Donc, faire la vidéo, j'ai Inch'Allah, d'une chauffe, le bilan financier. Nous avons fait l'élaboration du bilan financier à partir d'un bilan comptable. Nous avons fait les étapes du bilan financier. Donc, salam alaikum wa rahmatullah.